الغالية. شكرا الصحبي الروج. منير قبل كل شيء أنا حبيت تختمها بحفيدة والروج مع بعضهم في ديو مع بعضهم وهذا هو اللي مش يصير بإذن الله. أنا قبل ذلك نشكر صديقنا حكمنا الدولي مكرم اللقام لأنه ديما برحابة صدره قاعد معانا في السين ومرحبا بك في باتو مارينا تيفي في كل سهرة تكون ضيفنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ديو مباشر في اختتام سهرة الليلة بين حفيظة عباسي وصحبي الروج. تفضلوا. انا حبيبي تاني ليه
شكرا مليون تحية لكم. أحلى صحبي روج الله وأحلى صحبة أحلى صحبي. إن شاء الله رمضانكم مبروك. رمضانكم مبروك على راديو مارينا. إن شاء الله رمضان.